زعيم قبلي وضابط عسكري وسياسي، كان من أبرز شخصيات ثورة الجمهوريين عام 1962، الذين أطاحوا بالأئمة الزيديين ممن تولى حكم شمال اليمن على فترات لأكثر من 1000 عام، فسميت بعدهم الجمهورية العربية اليمنية. إنه الشيخ مجاهد أبو شوارب. لعب مجاهد دورا مؤثرا من موقعه كعسكري وسياسي خلال التحديات التي أحاقت بجمهورية اليمن الشمالي في إطار نضالها من أجل إثبات ذاتها بوجه الملكيين المدعومين سعوديا، فضلا عن دوره خلال أعوام الأزمة التي حدثت في الجمهورية اليمنية عقب تحقيق الوحدة اليمنية بين الشمال والجنوب عام 1990. وهو كشيخ يعد الرجل الثاني في قبائل حاشد التي تبسط نفوذها القبلي إلى جانب قبائل بكيل على المناطق الشمالية من اليمن منذ قرون. والده خلال الحرب اليمنية السعودية عام 1934 قاتل والد مجاهد الشيخ يحيى مع قبيلته حاشد في صف ولي العهد الملكي أحمد. وعندما وجد يحيى مقتولا في عام 1951 في منطقة مجاورة تعود لمشائخ آخرين، كان أحمد حينها قد أصبح إماما على اليمن الشمالي، فأرسل حملة عسكرية إلى هناك لإلقاء القبض على الجناة. ولكن على الرغم من ذلك اشترك مجاهد في عام 1959 مع شيخ آخر من حاشد في مخطط يستهدف الإطاحة بالإمام أحمد بعد عودته من إيطاليا التي كان يتلقى العلاج فيها، لكن تم إعدام من كانوا معه فيما اعتقل مجاهد وكان حينها شابا وتم إيداعه في السجن، فأمضى فترة السجن بدراسة الرياضيات والجغرافيا والتاريخ. نضال الشيخ مجاهد. بعد إطلاق سراحه من السجن التحق مجاهد بالجيش، ثم انخرط في العمل النضالي من أجل الجمهورية عند قيام ثورة 26 من سبتمبر عام 1962 التي أقصت الإمام أحمد الذي لم يمضي على وفاة والده سوى أسبوع واحد فقط. وفي قرب السنوات الثمان التي نشبت بعد قيام الثورة بين الجمهوريين والملكيين وتدعمها كل من مصر والمملكة العربية السعودية بشكل كبير، قاد مجاهد القوات الجمهورية في كثير من المواجهات العسكرية العنيفة. وفي إحدى المعارك اخترقت رصاصة كليته لتستقر بعدها أسفل البطن، وعلى الرغم مما كانت تتسببه من ألم رفض مجاهد مرارا أن يقوم الطبيب بإزالة الرصاصة بعدما أخبروه أن العملية ربما تسبب له العقم. لعب مجاهد دورا حاسما في معارك فك الحصار الملكي عن العاصمة صنعاء، إذ أنه قام في شهر فبراير عام 1968 برفقة 2000 رجل معززين بالدبابات بإجبار القوات المجلية على التخلي عن مواقعها في جبل عطان غرب صنعاء، ليكون ذلك بداية انهيار حصار 70 يوما. ومن تلك اللحظة سيطر الجمهوريون على زمام الأمور وأصبحوا هم المتفوقون رغم أن القتال استمر لعامين آخرين. فاعترفت المملكة العربية السعودية عام 1970 بالنظام الجمهوري وأوقفت الدعم الذي كانت تقدمه للملكيين. وعام 1973 قام القاضي عبد الرحمن الإرياني رئيس مجلس الرئاسة بتعيين مجاهد قائدا للجيش ومحافظا على محافظة حجة ذات الطبيعة الجبلية والتي تقع شمال غرب صنعاء بمسافة 80 ميلا. وما زال أهالي حجة يذكرونه بامتنان، إذ أنهم كانوا يعانون باستمرار من البلهارسيا. فقام مجاهد بتنظيم شبكة ضخ المياه العذبة من الأودية الواقعة أسفل الجبال الشاهقة، وبتلك الطريقة خلص الماء من القواقع التي كانت تعيش فيها يرقات البلهارسيا. وبعد انقلاب يونيو عام 1974 الأبيض، كان مجاهد واحدا من 14 عضوا في مجلس القيادة
الذين تم انتقاؤهم لاختيار القيادة اليمنية الجديدة من بينهم. وكان مجاهد يميل للرئاسة، إلا أن الاختيار وقع على المقدم إبراهيم الحمدي، فيما تم تعيينه نائبا لرئيس مجلس الرئاسة الجديد ونائبا للقائد العام للجيش. في أكتوبر من العام 1977 تم اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي، ثم أعقبه اغتيال أحمد الغشمي في يوليو من العام التالي. وكان الكثير من مشايخ حاشد يتطلع لرؤية مجاهد على رأس الحكم، لكن في النهاية تم انتخاب الرئيس علي عبد الله صالح عام 1978، وكان حينها برتبة مقدم. تم تعيين مجاهد وزيرا للداخلية ونائبا لرئيس الوزراء بجانب نائبين آخرين، وقد حصل مرة أخرى على هذه المناصب بعد الوحدة بين الشمال والجنوب وقيام الجمهورية اليمنية في 22 من مايو عام 1990. لقد بذل مجاهد كل ما بوسعه من أجل أن يحول دون نشوب الحرب التي اندلعت في إبريل عام 1994 بإعلان الانفصال في دولة جنوبية مستقلة عن عاصمتها عدن، لكن الحرب سرعان ما انتهت بسيطرة القوات على عدن. وفي ذلك العام تم تعيين مجاهد مستشارا خاصا للرئيس صالح، وهو المنصب الذي ظل فيه حتى وفاته عليه. شخصية الشيخ مجاهد. كان مجاهد محترما بوطنيته وبتمسكه القوي بعروبته، وهو بخلاف الكثير من مشايخ اليمن يعيش عالما ممتدا إلى ما هو أبعد بكثير من قبيلته أو مصالحها الخاصة. عائلة الشيخ مجاهد. كان للشيخ مجاهد زوجتان، أولاهما أخت الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر شيخ مشايخ قبيلة حاشد، وله 8 أبناء، أكبرهم الشيخ جبران مجاهد أبو شوارب، وقد خلفه كشيخ لقبيلة خارف التي هي أحد فروع قبيلة حاشد. يليه الشيخ كهلان مجاهد أبو شوارب، والذي يشغل الآن منصب عضو مجلس الشورى، وقبلها كان محافظا لمحافظة عمران، ثم الشيخ يحيى مجاهد أبو شوارب، ثم الرائد محمد مجاهد أبو شوارب، إضافة ل4 بنات. وفاة الشيخ مجاهد. توفي إثر حادث سيارة في 17 نوفمبر عام 2004 عن عمر يناهز 65 عاما. متابعينا الكرام، إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على قناتنا إذاعة الصالح.